بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. سؤال بيقول: لماذا خلقنا الله ولماذا نعيش ولماذا نموت؟ لماذا خلقنا الله؟ الحقيقة سمعت في الحكاية دي يعني إجابات كتيرة قوي في كنائس كتير. أنا سألت السؤال ده في أكتر من كنيسة في أكتر من اجتماع، ولقيت الناس كلهم بيجاوبوه غلط. فمن ضمن الإجابات الغلط لقيت واحد بيقول ربنا خلقنا علشان نعبده. طب لما إحنا بنصلي في القداس الغرغوري وبنقول لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك، فالكلام عن قبل ما يتخلق الإنسان. ليه ربنا فكر إنه يخلق الإنسان؟ إنما إحنا بعد ما اتخلقنا بنعبد ربنا، ده موضوع تاني، يعني اللي بيسموها إيه، بيفور وأفتر، يعني قبل وبعد. قبل ما يتخلق الإنسان ليه ربنا خلقه؟ وعشان نبقى متفقين، ربنا ما عندوش فكر بيخطر على باله فجأة. منذ أزل وجود ربنا ما عندوش حاجة بتستجد، كل الأفكار وكل المستجدات في حياتنا احنا كبشر ربنا عارفها كلها لغاية آخرها، حتى اللي لسه احنا ما نعرفوش ولسه ما عشناهوش ولسه ما حصلش هو عارفه ايه هو. فإنما ربنا ما بيخطرش على باله حاجة جديدة، الله أمسا واليوم وإلى الأبد، فالله لا يتغير. من ضمن الحاجات اللي عارفها أنه هو هيخلق، ومن ضمن الحاجات اللي عارفها منذ الأزل أنه لما يخلق خلقته هتعصى عليه وهتتعدى عليه وهتكون التكلفة غالية جدا، دم ابن محبة الآب. فدي مسألة نتفق عليها في الأول. ناس تانيين قالوا مرة ربنا خلقنا علشان نعمر الأرض. الصراحة يعني إحنا اللي خربينها، مش إحنا اللي هنعمر الأرض ولا حاجة، ده إحنا اللي خربينها. فإذا لا الإجابة دي ولا الإجابة دي. هجاوب بسرعة شوية وأقول ليه ربنا خلقنا. خلقنا لسببين اتنين ملهمش تالت. السبب الأولاني ربنا اسمه خالق، ربنا اسمه خالق، فمن ضمن انه يخلق خلق الإنسان، زي ما بيقدر يخلق الجماد والكواكب وكل الأمور العاقلة وغير العاقلة، خلق كمان بعد الملائكة خلق الإنسان، وبعد ما جهز له جنة عدن في الكرة الأرضية. يبقى ليه ربنا خلقنا؟ خلقنا ضمن إنه الخالق، دي حاجة تخصه هو. نمرة اتنين، خلقنا من محبته، لأن الله كان قادر جدا أن يكتفي بذاته ويفضل عايش. الآب بيحب الابن والابن بيحب الآب والأب والابن بيحب الروح القدس الأكنوم الثالث، والروح القدس بيحب الأب والابن، والثلاث أقانيم ثابتين في بعضهم منذ الأزل بدون تحرك وبدون أن يستجد جديد بينهم هم الثلاثة. في التجسد شفنا الابن وهو بيكلم الآب السماوي، وعلى ما يبدو الأقانيم الثلاثة كانت تتحدث مع بعضها البعض منذ الأزل، وربما يستمروا بيتحدثوا مع بعضهم بعضا إلى الأبد. فده الله، دي الذات الإلهية، من محبته خلقنا علشان يعطينا، ونحن كنا عدم، يعطينا مجد حرية أولاد الله، مجد إننا نبقى على صورته
ومثاله حاجة تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. يعني الملائكة كده اللي هم أرواح مجيدة جدا، يبصوا من فوق كده من السماء ويقولوا شوفوا الله العظيم الأبدي الممجد من شوية تراب خلق إنسان على صورته ومثاله. فحاجة الملائكة نفسها تنبهر منها. فكل ده من مجده كمحب، وكل ده من وصفه إنه خالق. لو ما خلقش كان مش هيبقى لها معنى صفة إنه خالق. ملائكة وتقع في خطايا ما دامت لهم حرية وإرادة. لو بنتكلم عن الملائكة القدام يبقى طبعا شفنا سطنائيل وطغمة معاه، لكن لو صاحب السؤال بيقصد الملائكة اليومين دول أقول لكم لا، مش هيخطئوا، مفيش الفرصة دي مرة تاني، انتهى الأمر. ما دامت لهم حرية وإرادة، لا هم بحريتهم وإرادتهم خلاص، اللي تمسكوا بالله وتمجيده هم دولت اللي موجودين، وهيفضل ده اختيارهم للأبد، لأنهم اختاروا في وقت ما غيرهم رفضوه، فدولت مش هيخطوا أبدا إلى الأبد، مش هيخطأ. سؤال بيقول عندما أتحدث مع أخي مع أختي عن ضرورة التناول باستمرار لأنها لم تتناول منذ سنوات، تقول إن الرب يسوع طيب وحنين وفدانا على الصليب، لذلك أنا متأكدة من دخولي الملكوت، كيف أقنعها بضرورة التناول؟ ده إيه الثقة العمياء دي؟ ده عمياء بجد. يعني عايز أقول لكم يا جماعة، طب ما هو الرب يسوع الحلو الطيب الحنين، ما هو اللي قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا. طب والعكس، ما هي ما بتتناولش اهي، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي. طب والعكس، ما هي ما بتتناولش، ويحيا إلى الأبد. طب والعكس، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. طب والعكس، ما هي ما بتتناولش. طيب نضيف للإجابة حاجة كمان، إن لم تأكلوا من جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. تقول لي يعني إيه؟ يعني هبقى أنا ماشي كده وقلبي ما بيدقش وكائن حي برضه؟ أقول لك لا، مش ده المقصود، إنما حياة فيكم دي معناها حياة الروح القدس، حياة التوبة، حياة ملكوت الله فيكم، حياة إن أنتوا توصلوا للأبدية باستحقاق يعني. إنما لو مفكوش كل الحاجات دي، طب هتوصلوا السماء إزاي؟ مفيش كده. فهنا بتقول بتكلم أختها أو بيكلم أخته فكرها بالآيات وبكلام ربنا، إن لم تأكلوا من جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم، مش هتعيشوا حياة أبدية في السماء. المتأكد من دخول الملكوت شيء كويس، إنما في نفس الوقت ما يكونش متأكد بطريقة غلط. أذكر موقف لصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي هنا في اجتماع يوم الجمعة في كنيسة العذراء هنا في سنة من السنين، والكلام كان قدام عيني. حصل انه ندى على الأستاذ سعيد أخو قدس أبونا شنودة وقال له يا سعيد ما تروحش بعيد، قال له يا سعيد ما تروحش بعيد، وكأن شايف حاجة من بعيد وكأن قلبه حاسس. وبعد الكلام ده بحوالي نص ساعة ساعة أنا ركبت عربيتي ومشيت، رحت بعيد شوية كده ناحية محطة المترو، واتفاجئت إن الأستاذ سعيد أخو قدس أبونا اتخبط بعربية
وجبنا له عربية الإسعاف، وأتاري سيدنا كان بيقول له يا سعيد ما تروحش بعيد. ده كان أبونا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي اللي كان بيحب كل أبناء. خلينا نرنم مع بعض ترنيمة بقى أنا أستاهل. بقى أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي، بقى أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي وانت بجلالك واقف قدامي، وانت بجلالك واقف قدامي وتقول لي افتح لي، وتقول لي افتح لي، وتقول لي افتح لي، وتقول لي افتح لي. مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب ياكي تنسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب ياكي تنسي، إياكي تنسي، إياكي تنسي، إياكي تنسي. بقى أنا أستاهل اللي عملته من أجلي، بقى أنا أستاهل اللي عملته من أجلي، وانت بجلالك واقف مكاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي. مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا مين؟ يمكن أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب إياكي تنسي، إياكي تنسي، إياكي تنسي، إياكي تنسي. بقى أنا أستاهل كل اللي دقته من أجلي، بقى أنا أستاهل كل اللي دقته من أجلي، وفي
جلالك نفذ أعدامي وفي جلالك نفذ أعدامي مت وأحيتني مت وأحيتني مت مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب إياكي تنسي أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي أنا ولا أستاهل شيء اغفر لي يا ربي أنا ولا أستاهل شيء اغفر لي يا ربي وانت بجلالك انسى لي أسامي وانت بجلالك انسى لي أسامي وارحمني يا ربي ارحمني يا ربي وارحمني يا ربي وارحمني يا ربي مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب افتكر يا نفسي تراب إياكي تنسي أنا التراب افتكر يا نفسي أنا التراب إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي إياكي تنسي. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركته على جميعنا أمين. الإصحاح الأول نقرأ ثلاث آيات ابتداء من آية 9. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطاياه السالفة لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبداً لأنها كذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. نعمة الله الآب
تحل على جميعنا يا أبائي وإخوتي دائما أبديا، آمين. يحدثنا ماري بطرس في هذه الآيات المباركة التي قرأت على مسامعكم هذا المساء المبارك، وهي كلمات نستكمل بها ما قد بدأناه في مرة سابقة. فبعد أن حدثنا ماري بطرس عن التمسك بكل فضيلة ونتيجتها، عاد الآن يحدثنا منبها عن الفضيلة التي تغيب من قلب وعقل صاحبها ونتيجتها أيضا. يصاب الإنسان المسيحي في حياته ببعض الأمراض، منها النسيان، إنما خطورة كل مرض أن النسيان نفسه قد يصل لنسيان حتى الخلاص وحتى الفداء. شيء عجيب إنما هذا يحدث فعلا. عاد معلمنا بطرس وتحدث عن الثبات في الدعوة في المسيحية، والثبات في الاختيار أن نكون مفديين مخلصين غلبين مسيحيين، وإن كان الاختيار يسبق زمنيا الدعوة، إلا أنهم ماشين مع بعضهم بعضا باستمرار. استكمل كلامه عن المكان الأبدي والحياة الأبدية بعد الحياة الزمنية، فهي لها مكان يختلف في طبيعته، إنما هو مكان نستطيع أن نسميه، أي ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي، ملكوت ومكان صفته أبدي. عايز أتكلم بعنوان تحذير والمكان الأخير، تحذير والمكان الأخير. أول كلمة أقولها خطورة النسيان، خطورة النسيان. يمكن هنستعجب من بداية الكلام لما نقول إحنا حافظين إنه جيد أن الإنسان سمي إنسان لأنه كثير النسيان، إنما وقع الأمر أو المقصود النهاردة بناء على كلام معلمنا بطرس هو إن ممكن إنسان ينسى لدرجة إنه ينسى الفداء، ينسى الخلاص، ينسى الثمن اللي اتدفع فيه دم المسيح، ويسلك بأسلوب يعبر عن هذا، ويسلك كإنسان عتيق بعد أن تجدد، وهذا نسميه لا عقل ولا وعي. لإنسان يبيع الغالي جدا بالرخيص جدا جدا. ماري بطرس في آية 9 بيقول: لأن الذي ليس عنده هذه، إيه هي هذه؟ ابتداء من آية 5، ودي خدناها في مرة قبل كده، فبيقول: ولهذا عينه، وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. يبقى بيقصد الحاجات اللي قبليها اللي أخدناها مرة قبل كده. فبيقول هنا: لأن الذي ليس عنده الحاجات اللي قلناها دي، كل الفضائل الحلوة دي، اللي ما عندوش ما كتب في آية 5 و6 و7، ده بيبقى عامل زي ايه؟ ربنا قال لهم في سفر عاموس إصحاح 8 وآية 11 قبل كده، قال لهم: تأتي أيام يقول الرب. ايه اللي هيحصل يا عاموس؟ يقول
ها أنا ذا أرسل جوعا على الأرض، لا جوع للخبز ولا عطش للماء، إنما جوع لكلمات الرب نفسه. يبقى في أنواع من الجوع، في جوع للأكل والخبز والشرب، إنما هو ما قصدش كده في عموس وما قصدش كده المرة دي، إنما بيتكلم عن إيه؟ جوع من ناحية تانية، جوع روحي. مش بس كده، ده الكلام هنا بيشاور على إيه؟ لأن الذي ليس عنده، بعد ما كلمه ماري بطرس عن الحاجات اللي تعمل الفضيلة والمعرفة والتقوى والثبات والحاجات العظيمة دي كلها، وقال لهم نتيجتها إيه، رجع هنا قال لهم طب والعكس بيعمل إيه في الإنسان؟ لأن الذي ليس عنده هذه هي هو أعمى قصير البصر، أعمى قصير البصر. طب وده بيحصل إزاي؟ أقول بيحصل من عدم المحافظة على النعمة. بالنعمة أنتم مخلصون، يبقى الدور والباقي على حضراتكم، إننا مع بعض نصون النعمة، نقول يا رب إحنا مقدرين التمن، إحنا كمان ناويين نرد الجميل، عايزين نفرح قلبك يا أبونا السماوي بينا. بس بإيه؟ بحاجة كده بسميها التوبة الكاملة. أصل في توبة ناقصة، التوبة الناقصة هي توبة الإنسان اللي بيعترف ويسمع الحل من أب الاعتراف، وبعدين يتوب ويعترف ويتوب ويعترف، ويجي مرة يتوب ما يلحقش يعترف. إنما التوبة الكاملة أقصد بيها الحياة المستمرة في التوبة، ما فيهاش احتمالات للرجوع للخطية، ودي لازم تطلب زي ما أرميا قال له توبني فأتوب، دي لازم تطلب لأنها المرحلة المتقدمة. عدم المحافظة على النعمة ده سببه تقول للنسيان، لأن هو هيقول كده هنا. إنما إن كان النسيان بخطورته، طب عايزين نعرف إيه سبب النسيان؟ سبب النسيان عدم اهتمام. طب اعكسوها كده، عايز ما تنساش حاجة اهتم قوي بيها، هتلاقي نفسك ما تنساهاش أبدا. فهنا النسيان بسبب عدم الاهتمام والتفريط في الفضائل اللي اتقالت في آية 5 و6 و7 اللي قريتهم من شوية. في الحالة دي بيبقى الإنسان زي ما قال عنه سفر الرؤية 3، يقولك انت بتقول أنا غني وقد استغنيت، وما انتش دريان إنك فقير بائس أعمى عريان. وبدأ في الرؤيا ينصحه بقى، أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى بالنار وثيابا بيض لكي تلبس، ويبتدي يصلح حياته من جديد. إنما هنا واضح إن في ناس من كتر التهاون في الفضيلة والتهاون في الاجتهاد واستسهال الحياة والخطية، بيبتدي الإنسان يوصل لمرحلة يقول فيها زي رؤية 3، لا حاجة لي إلى شيء، أنا كويس كده، أنا رجل طيب، أنا إنسان صالح، أنا ما بأذيش حد، حد يقول لي أنا عملت له إيه؟ لا يكفي، ينبغي أن نرتقي فوق بر الكتبة والفريسيين. إنما الضمير المرتاح ده، طب ما هو الضمير بيمرض وممكن يبهوأ مننا حبتين، وممكن يضيق يبقى فريسي، وممكن يبقى ضمير حي صاحي وواعي. إذن الإنسان اللي ما بيبذلش مجهود علشان ينمو في الروح وفي الفضيلة بيعرض نفسه أو بنسميه في مرحلة بداية الارتداد. طالما ما فيش نمو يبقى أنت في بداية الارتداد، في بداية أنك ممكن ترجع لورا، لكن لو في نمو ما أنتش قلقان على نفسك، حتى لو كان النمو قليل أفضل بكتير من عدم النمو. أكمل الكلام
وخلي بالكم من النسيان بيحصل، أنا بقصد نسيان حتى الفداء والخلاص، نسيان التمن اللي اتدفع. النسيان بيجي بالتهاون مع النفس. عايز أقول لحضراتكم موقف وقصة. الموقف ده حصل معايا أنا شخصيا أول ما دخلت سنة 1994 الكلية الإكليريكية في دير المحرة العامر. قالوا لي هنا كان ساكن واحد اترفد من الكلية. قلتهم طب ليه يا جماعة يعني كده من أولها يعني بتفوله في وشي؟ قالوا لي معلش بس هنقول لك على حاجة كان حصلة يعني. قلتهم خير. قالوا شايف الدولاب ده؟ قلت لهم أيوه. أنا بتكلم على الأوضة اللي بنبيت فيها، ما هي كانت دخلي. فالأوضة دي فيها أربع سراير، سرير قدامه إيه؟ دولاب. قالوا لي الطالب اللي كان هنا واترفد كان كاتب على الدولاب يافطة كبيرة بخط كبير مكتوب إيه؟ لسه بدري. قلتهم طب ده كان تايب بقى ولا ايه يعني؟ قالوا لي لا ده ده اللي اترفد. قلتهم ما هو ممكن يترفد يعني ما يكونش يكون تايب ولا حاجة. قالوا لي لا هو اترفد بسبب اليافطة دي. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي كان كل ما يبقى ماسك كتابه وهو على السرير وقاعد يقرأ ويذاكر ويقرأ ويذاكر، والظاهر ان هو ايه ما كانش بيذاكر كويس، فكان ايه بيقنع نفسه انه عمال بيذاكر كتير قوي، فكان ينعس وهو ماسك الكتاب وبعدين يروح ايه يصحى كده فجأة فيبص يقرأ اليافطة اللي مكتوبة، اليافطة بتقول له ايه لسه بدري، يروح مكمل مذاكرة تاني. طب ما انت تذاكر خمس دقايق بوعي وبتركيز أفضل من إنك تذاكر طول اليوم من غير اجتهاد وتركيز فترفد. أما القصة اللي عايز أقولها فحاجة بقى بتشاور في الكلام ده عشان تعرفوا إزاي الإنسان ممكن يحصل له نسيان حتى للفداء وللخلاص. بتحكي قصة إن كان في رئيس شياطين عايز مرة من مرات يبعت واحد من الشياطين الشطار للأرض يضل بيها الناس، يضل بفكرة جديدة الناس. فقال أنا همسك كده إيه اتنين تلاتة شطار قوي أقول لهم يلا هتطلع على وش الأرض تضلوا الناس إزاي، إيه أفكاركم المبتكرة؟ فمسك الأولاني قال له أنا هقول لهم المسيح لسه مجاش. قال له يا أخي ده أنت مش شاطر ولا حاجة، ده الناس على وش الأرض بيقولوا الشيطان شاطر وانت خايب، اقعد على جنب كده. قال له ليه يا فندم؟ قال له تقول لهم المسيح لسه ما جاش، ده 2.5 مليار من البشر مؤمنين إن المسيح جه وتجسد وتأنس وعلمهم طرق الخلاص زي ما بنقول في القداس البسيلي، فأنت فكرتك ما تنفعش. فمسك التاني قال أنا مولاي هقول لهم بقى إني خلاص القيامة قامت من زمان. الله طب والناس اللي باقي على وش الأرض دول ما قاموش ليه؟ فقال له لا أنت كمان فكرتك ما تنفعش اركن على جنب. قال له خلاص يا مولاي رئيس الشياطين أنا بقى تالت واحد أنا اللي هقولك أنا هضلهم إزاي. قال له أنا أقول لهم المسيح جه وفادكم وخلصكم وعمل كل حاجة وقام من الأموات، وأقول لهم إن القيامة ما قامتش ولا حاجة. قال لهم أنا هضلهم إزاي؟ قال له أنا هقول لهم كل حاجة من الحاجات دي على حقيقتها ومظبوط، لكن هقول لهم لسه بدري. هقول لهم ايه؟ لسه بدري. فيطلع يقول لكل انسان لسه بدري، فالانسان يروح مد لنفسه حقن الضمير متينة تخليه قاعد مستهتر علشان مطمن ان لسه بدري. فدي فكرة بتخلي الانسان يبتدي يتهاون مع النفس، لا يجتهد روحيا، لا ينمو روحيا، فتكون النتيجة انه ينسى
التمن اللي اتدفع فيه، ينسى حتى الفداء والخلاص نفسه، مع انه واخد استحقاقات الدم، واستحقاقات الدم المسيح وفداءه وخلاصه. القديس أشعياء الإسقيطي بيتكلم عن الجهاد الروحي وبيقول: التغصب بداية كل فضيلة. يبقى عايز تجتهد هتغصب نفسك، ما تقولش الاجتهاد ده روحيا هينزل عليك من السماء فجأة، لا، الاجتهاد بيجي بالتغصب، التغصب بداية كل فضيلة. لكن سؤال عجيب النهاردة بيطرح نفسه ماري بطرس، بيقول: لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر. السؤال اللي بيطرح نفسه مش الأعمى تكفي عن كلمة أنه قصير البصر؟ أما ماري بطرس بيقول أنه أعمى قصير البصر إزاي؟ ما هو لو أعمى خلاص يبقى قصير البصر من زمان، وما فيش قصير بصر مع واحد أعمى. إذن هو بيتكلم بطريقة روحية مش جسدية، فبيتكلم بطريقة روحية بيقصد بها إيه؟ بيقصد إن الأعمى هو، تعالوا نوصفه كده، الأعمى يقول لك سفر أشعياء مثلا بيتجسس الحائط، حط إيده كده يجس الحيطان، مش شايف المحيط بيه روحيا. يبقى الأعمى مش شايف ان في حرب عليه من الشيطان، وان الوحيد اللي لازم يبقى متحارب مش اخويا ولا اختي ولا البشر، انما الشيطان هو الوحيد عدو الله، يبقى هو عدوي الوحيد، يبقى في حرب دايرة بيني وبين الشيطان. طب لو واحد بيتهاون مع الشيطان يبقى اعمى. سفر اشعياء يقول لك بيتجسس الحائط وبيمشي في عز الظهر مش شايف اللي حواليه، مش شايف اللي حواليه، ده الأعمى. طب وإيه كمان عن الأعمى؟ في هنا في الكلمة اليونانية اللي مكتوبة النهاردة كلمة أعمى تيفلوس، تيفلوس جاية منها كلمة فيلوس، والكلمة دي أو تيفو بس من غير اللوس، الكلمة دي معناها تصاعد دخان، فبيقصد ان هذا الشخص اصبح اعمى بسبب ان في دخان طلع على عينه وعماها، او في دخان حاجب الرؤية عن عينه. ده الانسان اللي بيتوصف انه اعمى من النص اليوناني، ضباب الرؤية بسبب الدخان. زي ما السيد المسيح قال لهم: يا جماعة اتركوهم هم قادة عميان. ادي في ناس بتوصف ان هم عميان لكن هم كانوا مبصرين، بس السيد المسيح بيقصد المعنى الروحي وبيقصد اللي هو عايز يوصله لنا. فقادة عميان قال عنهم الرب يسوع في متى 15-14، والسبب كان في أفسس 4 غلاظة القلوب، غلاظة القلوب. زي مين يعني قلبه غليظ؟ أقول لك شوف حضرتك في يوحنا الأولى 2:11 يقول: الظلمة قد أعمت عينيه. مين ده يا قديس يوحنا؟ يقول: من يبغض أخاه، اللي ما بيحبش أخوه. الظلمة قد أعمت عينيه، مع أنه مفتح يعني ومبصر، بس بيتكلموا على المستوى الروحي. ماري بطرس هنا بيوصف حالة روحية، ولما نفكر في قصير البصر هنلاقي على المستوى الروحي مش شايف اللي نظرته قصيرة، ده ما عندوش بعد نظر، مش شايف في حياته على الأرض غير العالم، يأكل ويشرب وغدا يموت. طب وإيه تاني من الناس اللي قصيرين البصر؟ أقول إنسان باصص تحت رجليه
ودايما رحلة حياة الإنسان على الأرض إنه بيجي للعالم ما معهوش حاجة خالص، وبعدين بيبقى عايز يبقى عنده كل حاجة، وبعدين بيسيب كل حاجة ويخرج بدون حاجة على السماء أو على الجحيم. فده الإنسان القصير البصر، عينه مش على حاجة غير العالم والأرضيات. الأعمى إن كان بيتلمس الحائط فده الشخص اللي لا يميز عمل الله معاه، ده الأعمى. طب وفي المعنى الشمولي الأعمى مع الشخص القصير البصر، لو حطيناهم كده الاتنين جنب بعض ونفكر، يبقى ده شخص مش شايف السماويات وغرقان في التفكير في الأرضيات مش أكتر من الأرضيات. ده بقى بيبقى عمره مسروق ودمه محروق، ده بيبقى إنسان لا يشعر بحياته على الأرض. فجأة يقول لك الله، ال 24 سنة دول فاتوا إزاي، ويبتدي يفكر ويحسب حساباته من جديد. فإذن إحنا قدام الإنسان الأعمى والإنسان قصير البصر. الإنسان الأعمى ده أحيانا بيتعمد إنه يقفل عينيه، لو شفت واحد ماشي أعمى في الشارع هيبقى مفتح عينه ليه؟ ما تلزموش يفتح عينيه، بيقفلها، لأن لو فتحها مفيش استفادة، مفيش معنى، فبيفضل إنه يكون بيغلق عينيه. فده إنسان أعمى. يقول عن الإنسان الأعمى قصير البصر، وهنا بيقول كلمة قصير البصر هنا فيها معنى مهم جدا من اللغة اليونانية مع بقية الآية، قد نسى تطهير خطاياه السالفة. وهنا تشوف اللغة اليونانية بتقول إنه مش نسى وهو مش واخد باله، لا، ده بيقول تعمد النسيان. يبقى من النص اليوناني تعمد النسيان، زي الأعمى بيتعمد إنه يقفل عينيه. ليه؟ لأنه مش حاسس إنه لو فتحها هيستفيد. ودي حرب الشيطان على هذا الإنسان اللي تهاون مع نفسه بالنسيان من البداية، مسألة مرعبة جدا على المستوى الروحي. إذن إحنا قدام إنسان قد نسى تطهير خطاياه السالفة، يعني أصبح عايش الحياة القديمة قبل الفداء، أصبح عايش في الإنسان العتيق، مع إن الإنسان العتيق مات في المعمودية. طب وده نسميه إيه ده؟ إيه البني آدم ده؟ أنت المسيح ادالك بدمه ببلاش، إنسان جديد لا يخطئ والشرير لا يمسه. ترجع أنت تقول لا، خليني في الإنسان العتيق، يعني حاجة تمثل لا عقل ولا وعي أبدا. في أفسس 5 بيقول أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، مات علشان ما ننساش. وإحنا عايزين نفكر نفسنا وما ننساش أبدا اللي عمله علشاننا، نقول له رب أنت مت علشاننا وعلشان الكنيسة وأسلمت ذاتك لأجلها. لكن ما زال سؤال قدام عناية الحقيقة، بيقول هو إحنا ممكن ننسى الفداء والخلاص؟ أقول لك، بني إسرائيل بيقول عنهم العهد القديم إنهم نسيوا حفظ وصايا الله، ما بقوش بيحفظوها، فإيه اللي حصل؟ نسيوا فداءه ليهم، نسيوا اللي عمله علشانهم بالكامل. ده نص آية أنا قلته بطريقة مشروحة. فممكن يحصل نسيان لأغلى الأمور بسبب عدم النمو وبسبب نقد العهد اللي أخذناه بالمعمودية، يحصل نسيان للخلاص. كمان النسيان المقصود هنا
مش نسيان العقل، يعني واحد كبر يعني في السن فبقى بينسى، ولا واحد الكوليسترول عالي عليه فبقى بينسى الفداء والخلاص، لا مش ده المقصود، إنما نسيان في الإرادة. أما أديكم ضمان لعدم النسيان فهو النمو، النمو لألا تزول من قلبك، زي ما جه في تثنية 6. حياتنا مع المسيح يا أحبائي لازم نفكر نفسنا فيها بإن المسيح أمسا واليوم وإلى الأبد. فكر نفسك بالآية دي، ودي أمر سهل عليك تعمله. فإذا أنت فاكر أنه أمس واليوم وإلى الأبد عمل كل شيء علشانك، هتبتدي إيه تتحرك ناحيته بشيء ونوع من أنواع رد الجميل. فهي دي حياتنا مع المسيح. طب وإذا عشناها كده فاكرينه باستمرار، نشفى من 3 أمراض بتوع كلامنا النهاردة. نشفى من النسيان اللي بيوصل لنسيان الفداء والخلاص، ونشفى كمان من قصر البصر، ونشفى من العمى الروحي، لأنه خطير جدا ويهدد حياتنا دايما وباستمرار. هقول كلمة تاني بعد خطورة النسيان، هقول ثبات الإنسان. ثبات الإنسان، آية 10 بتقول: لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. لذلك بالأكثر، لذلك بالأكثر بتشاور على إيه؟ بتشاور على الآيات اللي فاتت، بس من أول آية 3 خدناها مرة قبل كده لغاية آية 9 بتاعت النهاردة. إحنا قرينا بتاعت 5 و6 معاها، و7 و8 كمان، فقبليها كمان من أول 3. فلذلك عايدة على من أول آية 3. لذلك بالأكثر اجتهدوا، يعني بتشاور على ايه بالظبط؟ يعني بتشاور على الحياة والتقوى، يعني بتشاور على معرفة ابنه يسوع المسيح، يعني بتشاور على المواعيد العظمى الثمينة، يعني بتشاور على اننا ممكن نبقى شركاء الطبيعة الإلهية. ادي كلمة لذلك بالأكثر بتشاور على الأربع نعم دول بكل تأكيد. احنا بصراحة محتاجين نرد له الجميل، محتاجين نرد للمسيح الجميل، لانه عمل كل شيء عليه علشاننا. نرد الجميل ازاي؟ نرده بالاجتهاد، بالاجتهاد. تقول لي بس يعني مفيش مسيحية لطيفة شوية؟ مفيش مسيحية من غير اجتهاد وتعب؟ يعني هو لازم يعني التعب في الحياة؟ يا أحبائي، ده القديسين بيقولوا خير للإنسان أن يموت في الاجتهاد عن أن يستسهل السقوط. كل الناس عايزة تروح السماء، حد مختلف على دي؟ أبدا. كل الناس عايزين يروحوا السماء بس محدش عايز يموت. كل الناس عايزين يفرحوا قلب ربنا بيهم ويمجدوه، بس مش كل الناس بتمجدوا بالتوبة. مفيش ناس مش كل الناس بتتوب، بدليل ان فيه مسيحيين في الجحيم النهاردة، في مسيحيين في الجحيم، قليلون هم الذين يخلصون. انا عشان ارد له الجميل لازم اجتهد، وهتلاقوا هنا لذلك بالأكثر اجتهدوا، وكلمة اجتهدوا هنا من النص اليوناني هتلاقوها بتحمل معنى السرعة والجدية باستمرار. ده من النص اليوناني، يعني زي مين؟ زي أمنا العذراء اللي تحرجني وتحرجكم كلنا. ليه؟
شابة صغيرة جدا حامل في أول 3 شهور المفروض تقعد تحط رجل على رجل وتتدلع على يوسف النجار. يقول لك الإنجيل قامت مسرعة إلى الجبال عشان تروح تخدم أليصابات نسيبتها. إيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي وإيه الإيمان الكامل ده؟ انتوا تفتكروا ان مثل زي ده بندردش بيه عشان نضيع وقت العظة؟ ابدا، ده المثل ده ممكن يبقى واقف قدامي وقدامكم امام الديان العادل ان كنا غير مجتهدين الاجتهاد اللائق في تمجيد الملك المسيح. يقف مثل زي ده ويقول لنا انتوا كنتوا بتعملوا حاجة، ده العدرة وهي عندها 12 سنة ولا اكتر شوية وجريت مسرعة في الجبال لأليصابات وصارت تخدمها شهور. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة. وهنا كلمة الإخوة بيقولها لهم معلمنا بطرس لسببين، بيقولهم أيها الإخوة عشان يقولهم بصوا يا جماعة انتوا لازم تفهموا ان انتوا حبايب مع بعض، ما يقلش مستواكم الروحي عن انكم ايه حبايب بعضيكم بعضا. طب وإيه كمان لما يقول لهم أيها الإخوة؟ طبعا أيها دي أداة نداء، وأيها الإخوة على بعضيها يعني بيندهلهم، يعني بيلفت انتباههم، بس بكلمة إيه؟ الإخوة. الإخوة دولت اللي هم بيبقوا إيه؟ سند لبعض، مش الإخوة اللي بيقتلوا بعض عشان يورثوا ولا بيقاضوا بعض في المحاكم عشان بيورثوا. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا ليكن فيكم فكر المسيح. فبيكلموا منهم ويقول لهم عشان ينتبهوا وعشان يشجعهم أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. سؤال بيطرح نفسه للناس اللي لسه صحية، هو الاختيار الأول ولا الدعوة الأول؟ الآية هنا بتقول لذلك الأكثر أي اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. الدعوة الأول ولا الاختيار الأول؟ الاختيار الأول ولا الدعوة الأول؟ الاتنين مع بعض. السيدات قالوا الدعوة الأول، ملكوش دعوة. الاختيار الأول لما ربنا يختارني، ده زي ما ايه؟ زي ما أرميا النبي يقول له من وانت في البطن عرفتك وصورتك وقدستك انت لي. ده الكلام ده قبل ما يبقى بني آدم عليه القيمة، قبل ما يبقى بني آدم على صورة الله ومثاله. فالاختيار يسبق الدعوة، مع ان هنا معلمنا بطرس عكسها وقال لك دعوتكم واختياركم ثابتين، اجعلوا دعوتكم قبل اختياركم. افهمها ازاي دي؟ عكستها ليه معلمنا بطرس؟ طب تعالوا نشوف ايه المقصود بالاختيار الاول. الاختيار مشكلة مع بعض الناس، يقول لك اصل فلان ده ربنا مختاره يا عم، انا اطلع فيه ايه؟ ده انا بالجهد اخلص، ده أنا مش عارف أبطل خطية واحدة، وهو عامل زي الصاروخ في الروحيات يسير من قوة إلى قوة، فرحان عنده بهجة خلاصه، يسير مع الرب باستمرار، بيخدم بيرعى بيعمل ويسوي، ده ربنا مختاره. الله، طب واللي ربنا مش مختاره؟ اللي ربنا دعيه بس. أقول لك الفرق بين الاختيار والدعوة إيه؟ الاختيار واحد ربنا اختاره قصده، فدي ممكن يحصل فيها ان تبقى الناس دي متميزة قوي، ولكن امام هذا التميز الباب مفتوح لكل الناس يوصلوا لنفس الدرجة ونفس التميز ونفس الغلاوة ونفس الحلاوة في عينين ربنا. ازاي؟ إن كان في ناس أبا عن جد مسيحيين بالنعمة أنتم مخلصون، ففي ناس غير مسيحيين قدامهم حرية الاختيار.
اختاروا اليوم أنتم من تعبدون. طب لو واحد جه للإيمان بالمسيح جديد يقدر يوصل للي ربنا مختاره؟ أقول لك يوصل ويزيد، يوصل ويزيد. إذن الباب مفتوح، فمحدش يشاور على واحد يقول ده مختار أنا ذنبي إيه. لا، أنت معاك كل الإمكانيات، معاك كل الوزنات، أنت متاح ليك تبقى في أفضل الأماكن، ونجم يمتاز عن نجم في المجد. فمحدش يزعل من إن في ناس مختارة، إنما في نفس الوقت إحنا نقدر نبقى زيهم بالظبط. فبيقول اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. وقال أحد المشاهير ليس كل من يسمع الدعوة الإلهية يتقدم في السلوك المسيحي الذي هو علامة الاختيار. يعني ربنا مختارك تكون مسيحي، مش أسمع كلامك أصدقك وأشوف أمورك أستعجب. فهمناها كده؟ يعني أنت ربنا اختارك تكون مسيح، طيب على عيني وعلى راسي، بس يرون أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أعرف منين إنك مختار؟ لما أشوف أعمالك الصالحة. علشان كده في الترجمة السينائية للكتاب المقدس والترجمة الإسكندرية مكتوب كلمة بالأعمال الصالحة. يبقى تعرفوا دعوتكم واختياركم ازاي؟ بالأعمال الصالحة. هتعمل أعمال صالحة هتثبت فكرة ان ربنا مختارك لملكوته. ما عملتش أعمال صالحة حتى لو كان مختارك بسهولة هتفقد خلاصك. يهوذا الإسخريوطي كان مختار، وبطرس الرسول كان مختار. الفرق بين الاتنين سهل، ده تاب وندم واعترف بخطيته ورجع أجرة الخطية زي بطرس الرسول بالظبط. إنما يهوذا ندم، وبعد ما تاب وندم واعترف ورجع أجرة الخطية شنق نفسه ومات في عدم توبة، يعني مات بطريقة غلط، فخسر كل التوبة والاعتراف والندم اللي عمله، لأنه ندم وقال أخطأت سلمت دما بريئا. بطرس الرسول ندم وفضلت مرارة الخطية جوه قلبه، لدرجة أن الرب يسوع قال لهم اذهبي وقولي لإخوتي ولبطرس بالاسم، علشان حاسس بيه وبمرارة الندم اللي مالية قلبه، بقول لهم روحوا طيبوا خاطره بسرعة، قولوا له يسوع حاسس بيك، قولوا له ربنا ما بينساش ولاده، قولوا له ربنا بيحبك، قولوا له ربنا عايز يرفعك ويخليك بدل صياد يخليك راعي خراف. ليس كل من يسمع الدعوة الإلهية يتقدم في السلوك المسيحي الذي هو علامة على الاختيار. إذن لازم نعزز دعوتنا بحياة تتفق معاها، تقول انت مسيحي وريني تصرفاتك وريني سلوكك. النتيجة ان لن تتذل ابدا، ودي الحقيقة استعارة متاخدة من ثبات ادم الحصان في النص، يعني في اللغة اليونانية دي بتتقال من ثبات، يعني ادم الحصان بتعلم في الرملة وبتعلم في الارض، فمن الثبات الشديد ده هنا بيتكلم ويقولك ايه، لن تزلوا ابدا، هتبقى رجليكم ثابتة زي الحصان ما رجليه ثابتة ومعلمة في الارض. المقصود ان الانسان المسيحي هيبقى لا يزل ابدا، يعني في حياتنا على الارض مش هنخطي. يعقوب الرسول يقول لا، ان احنا يعني فينا ناس عندها عثرات باستمرار. فهنا بطرس الرسول بيقول العكس، بيقول لذلك بالاكثر اجتهدوا ايها الاخوه ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لانكم اذا فعلتم ذلك
لن تزلوا أبدا. جدير بالذكر إن كلمة لذلك أو ذلك مكتوبة في النص اليوناني بالجمع عشان بتقصد كل الكلام اللي فات اللي قلناه. لن تزلوا أبدا يعني إيه يا أحبائي؟ مش هنغلط في حياتنا على الأرض. هو في إنسان معصوم؟ مسيحيتنا الأرثوذكسية لا تؤمن بعصمة أي إنسان على وجه الأرض. أمال إزاي بيقول لن تزلوا أبدا؟ بيقول اللي ينمو روحيا ويجتهد باستمرار ويموت الإنسان العتيق ويعيش مسيحي بمعنى الكلمة مفرح قلب الله القدوس، هيديله نعمة اسمها إنه لن يزل الزلل المميت. هتقع بعد ما عملت كل الجهد والحاجات العظيمة الروحية دي، هتقع وهتتحارب عادي جدا زي باقي البشر. طب وبعدين؟ باقي البشر ممكن يقع في نفس خطاياك ويموت ويوصل الجحيم، انت هيدي لك انك ما توصلش الجحيم. يبقى معنى كلمة لن تزلوا ابدا انه هيدينا اننا نعفى من السقوط المميت، ودي موجودة في رومية 11:11. معلمنا بولس يقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا. عثروا لكي يسقطوا ويموتوا؟ لا، ما يحصلش لأولاد ربنا المجتهدين. بنتكلم بعنوان تحذير، والمكان الأخير قلت خطورة النسيان وثبات الإنسان، وآخر كلمة هقولها أهم مكان. آية 11 بتقول لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. ملكوت نوعه إيه؟ ملكوت أبدي. طب وليه جاب سيرة ملكوت أبدي؟ لأن وقتها كانت الإمبراطورية الرومانية بتتكلم عن إن حكمهم على الإمبراطورية حكم على الأرض أبدي. فهنا رجع قال لهم يا جماعة فيش كده، فيش الكلام بتاع إيه إمبراطور شديد يقول أنا هملك إلى الأبد على الأرض. لا، قم استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. آية 11 لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. كان في الوقت ده في حياتهم في الدولة الرومانية لما يجوا يعملوا ألعاب رياضية أولمبية، كان البطل الرياضي لما يفوز يستقبلوه باستقبال الفاتح، يستقبلوه استقبال حافل شديد جدا. ايه هو الاستقبال العظيم ده؟ يقول لك مش هندخلك من بوابة المدينة الرئيسية. ليه يا اخوانا كده؟ ده اعظم بوابة هي البوابة الرئيسية. يقول لك لا لا لا، احنا هنكسر لك مخصوص حتة في السور بتاع المدينة احتفالا بيك، انما البوابة الرئيسية اللي موجودة على طول كل يوم دي لا، نعمل لك حاجة جديدة مختلفة. فهنا متاخد الاقتباس من الكلمة دي، هكذا يقدم لكم بسعة، هيوسعوا لك مكان في سور المدينة ويدخلوك باحتفال غير معتاد إلى ملكوت أبدي، ملكوت ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. يا أحبائي، إن كان بعض الناس بيحتفلوا بالإنسان الغالب المنتصر بالشكل ده، وإن كان هناك اتساع لا نهائي في المدينة السماوية لكل مليارات البشر، حتى اللي مش هيخلصوا مكانهم موجود لأن فرصتهم متساوية مع كل إنسان مجتهد، مع كل إنسان ماسك في ربنا ويقول له لن أتركك إن لم تباركني، لك المجد يا رب من الآن وإلى الأبد آمين.